يا أستاذ، أهلا بكم من جديد. أشاد مجلس وزراء العدل العرب بمشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، قدمته وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطالبا وزارات العدل العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون. نعم، ورحب المجلس في ختام دورته 35 اليوم باستضافة وزارة العدل الكويتية للاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية والأمانة الفنية للمجلس لدراسة مشروع القانون في يناير المقبل. بمشاركة كويتية انطلقت من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة مملكة البحرين. إنما يتضمنه جدول أعمالنا من موضوعات مهمة يأتي ليعكس مدى أولوية مكافحة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصال جذوره على جميع المستويات، لما بات يشكله من تحد خطر ومتزايد في استهداف مقدرات ومكتسبات واستقرار منطقتنا. الاجتماع اللي راح يكون في دولة الكويت إن شاء الله هو الاجتماع الأول حب استضافة دولة الكويت إعداد مشروع منع خطاب الكراهية، فهذا طبعا راح يكون الخبراء القانونيين راح يعدون مشروع موحد وراح يعرض على مجلس وزراء العدل العرب لإقراره ويكون مشروع استرشادي لجميع الدول. تضمن الاجتماع عددا كبيرا من البنود التي تمت مناقشتها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين. في عدة قرارات صدرت من مجلس الوزراء، يمكن صدرق على أهم القرارات اللي تم الموافقة عليها: تعزيز التعاون الدولي القانوني بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، بالإضافة إلى قرار العديد من القرارات التي تخدم وتهم مصلحة العمل العربي المشترك كشبكة التعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحث الدول العربية على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. جاء اجتماع المجلس في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية. رؤية عربية مشتركة تصدق على ضرورة التعاون العربي الدولي في تفعيل التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد والإرهاب بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة من جديد. من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.